أطعم أكل لبناني كلته في حياتي عند مطعم سفير الأرز في الدقي. سفير الأرز مش مطعم عادي، ده متحف فني متكامل في كل نجوم وعمالقة الفن في العالم العربي من مصر والسعودية ولبنان وكل دولة عربية، كلهم جنب بعض رغم إن المطعم لبناني زي ما قلت لكم. تخيل تستنى الأكل وانت بتتأمل في اللوح الجميلة الموجودة على الحيطة دي، وانت بتشوف نجوم العالم العربي كلهم قدامك وذكرياتهم كمان، مش بس صور الفنانين الكبار الموجودة على جدران المطعم ده، لا كمان لوح من اجمل واعظم معالم لبنان. بتحس انك مسافر جوه لبنان مش داخل مطعم في القاهرة، المكان مهتم بادق التفاصيل حتى الحيطان. الاكل جهز اخيرا، مشويات على الطريقة اللبنانية وكمان معاهم العيش اللبناني الجميل ده. واذا تحدثت عن المطعم اللبناني لازم ما تنساش السلطات والمقبلات واللي اسمها في لبنان المزات، السخنة والباردة زي ما انتوا شايفين. طبقين في الضيافة زيتون وهريسة، بتدقهم عشان يفتحوا نفسك وتبدأ تاكل من المزات السخنة والباردة زي ما انت عايز. الطعم مختلف جدا، وخاصة الحمص، لانه حمص جاي من لبنان ومعمول بزيت زيتون لبناني، وده بقى العيش الايراني اللي طعمه مختلف جدا ويشبه القرص عندنا. وطبعا طاجن الشيش طاووق بالموتزاريلا طعمه في حتة تانية خالص، وكمان الكوبيبة طعمها مختلف عن الكوبيبة اللي احنا نعرفها، الفتوش والتبولة ومش عارف الفرق بينهم ايه، بس الاتنين طعمهم جميل جدا. المطبخ اللبناني واحد من اعرق المطابخ في العالم كله، ومتأثر بثقافات كتيرة جدا زي المطبخ التركي وكمان المطبخ الفرنسي، ده غير انه مطبخ عريق اصلا. مطعم سفير الارز جايب كل مكونات اطباقه من لبنان، وكمان المشرفين على الاكل من لبنان برضه. كل ترابيزه بينزل عليها ازازه زيت زيتون وازازه دبس رمان زي ما بيحصل في مطاعم لبنان. وفي المطعم ده دقت اطعم طبق حلويات كلته في حياتي بلا مبالغه، اللي عرفته ان اسمه غزل وعباره عن حلاوه شعر بالايس كريم والفستق وفي حته تانيه، وكمان الكنافه عندهم مختلفه عن الكنافه اللي احنا عارفينها. جربوا مطعم سفير الارز لو نفسكم تاكلوا اكل لبناني، ودلوقتي فرصه لانهم عاملين 30% خصم بمناسبه الافتتاح.